IFM. IFM, quoi de neuf ? Marwa Mamouri, à la IFM, à la radio. التسعة وستاشن دقيقة على IFM أحلى راديو. صباح النور، صباح الخيرات الناس الكل، صباح الموجات الإيجابية. أنتم ما تسمعوا في البرنامج اللي فيه صفر موجات سلبية. نفكركم البرنامج هذا ينظموا الفار، الصوت هذا كي تسمعوا ولا يسمعوا أي واحد في الكيب يغادر للبلاتو هذي كواد نوف من توا حتى للحداش. معكم مروة معموري، نسلم عليكم برشا وبقيت الكيب اللي أكيد جيتوا تستنسوا بهم. معنا أسامة صافي، صباح النور. صباح الفل، نهارك زين مروة، نهاركم زين المستمعين الكل، إن شاء الله نهاركم زين ورضاية والدين وكل عادة، ربي ينصر أخوتنا في فلسطين. هذه تصبيحة العادة، إن شاء الله نعدي وقيت ممتاز مع بعضنا بالأخبار، وكيف كيف زيد إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم. إن شاء الله نكون خفيف ظل عليهم. سينا وزدا معنا جيجي جيهن الحاجي، صباح النور جيجي. صباح الخير، صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على IFM أحلى غاديو. سينا اليوم معنا وبشتركنا في التحدي هذا متاع أننا نعدي ساعتين بصفر موجات سلبية. فنانة نحبها برشا وصوت ياسر مزيان، الفنانة نوال بن صالح. صباح النور، نورتنا. صباح الفل، صباح الخير ليك أنت والكل اللي يسمعوا فينا على IFM أحلى غاديو. اليوم التحدي نوال تعرفوا اكيد لازمنا نعديو سويعتين صفر موجات سلبيه، نحاولوا سينو نوال راهو البرنامج هذا ماهوش مصايب كما قلت قبيله. عنا الفار ثلاثه مرات، اي واحد فينا يتحصل على فار يغادر البلاتو للاسف. ما نعرفك بكلك موجات ايجابيه نوال، سينو انتم مازلتوا نجموا تشاركوا معنا في البرنامج وفي سؤال الحصه. كيفاش تدخلوا على الباج نتاعنا راديو IFM وتجاوبوا على سؤال الحصه اللي جيتوا تستنسوا لي كل يوم عندنا سؤال باش تفاعلوا فينا، تفاعلوا معنا على السؤال. وسؤال اليوم يقول هل تامن بالمثل اللي يقول صاحب صنعتك عدوك؟ صحيح ولا شويه خلينا نعرفوا مع الكيب في ساعتنا الثانيه، ونعرفوا زيادة مع ضيفنا اليوم. اخترنا ممثل ياسر نحبوه، عمل برشا نجاحات وادوار ناجحه، ان شاء الله يكون ماتينال. اليوم حابين ناخذ معنا رياض نهدي، ساعتنا الثانيه في عطاير نكتشفوا باش نتحصلوا عليه ولا مع الشله. سينون يسلم فيكم اليوم في كواد نوف. اليوم باش نعرفوا شنو المسلسل اللي بعد 10 سنوات، مسلسل تركي اون فيت، باش نشوفوه في نسخته العربيه. وباش نعرفوا زيد اخبار عجيب وغريب، هل تعلم اللي اي واحد فيكم يسمع فينا مربي حيوان اللي في داره باش يولي ينجم يحكي معاه؟ اي مش تخلويه، هذه حقيقه. هذا كل باش نعرفوه شويه اخر مع ترنديت جيجي والاخبار العجيبه والغريبه نتاع جيجي اكيد. سينو ما نجمش ما نستغلش الصوت المزيان اللي بحذية، وكما عودناكم اليوم الدخله باش تكون بصوت شكون؟ بصوت نوال بن صالحه. نوال الدخل عليك اليوم، عاملين عليك الدخل عليا باهي. نغنيو اغنيه نتاع حب، انت تختار الدخله، احنا ما ندخلوش فيها. نغنيو حاجه فيها حب، يلا انت الميساج باش نعديو، باش نعديو الموجات الايجابيه للناس اللي يسمعوا فينا. يلا. كنت بشتاق لك وانا وانت هنا، بيني وبينك خطوتين، خطوتين خطوتين، شوف بين ازاي انا فين يا حبيبي، انت فين انت فين انت فين، والامل يجي العمل، ما تقول لي اعمل ايه، والامل انت الامل، تحرمني منك ليه؟ عيون كانت بتحسدني على حبي، ودلوقتي بتبكي عليا من قلبي، وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي، فين فين اشكي لك فين؟
عندي كلام وكلام وحاجات فين دمعك يا عين ترارا بيريحني بوكا يا ساعات ساعات إلخ 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 صراحة يعطيك الصحة برافو نونو سلطان تعرفت إما شوف هي الغنية ذي تستحق فارة خاطر كي طويلة الغنية وفين انت فين والعمل ايه العمل تعيش في حالة حب يظهر لي نويل ما نقولش انا حسيت لي تحس انت شنو حسيت وسما حسيتها لي منسجمة مع الاغنية برشا عاطفة لا حسيت تعيش في حالة حب تعيش حلوف ماني ساسوفا انت بتحبش تعرف ما هنشلقنا بيك انا ما نقولش لا نقول لا الا لي قلت بالغنية ديجا قلت بالغنية سينو تو تسويت شنو باش يصير باش نكتشفوا نشاط الشلة باش بالكويز بالكويز اكيد تو تسويت حاضرين الكويز انا حاضر كيما كل حاضر جيجي حاضرة الكويز حاضرة يلا نونو حاضرة شنو حوالك في الثقافة العامة وفي الأسئلة سافا نعدي روحي خلينا نكتشفوا تو تسويت الأسئلة من هو الفيلسوف اليوناني اللي كان تلميذ لسقراط وأستاذ لأرسطو تلميذ لسقراط فيلسوف معروف على الاخر حتى في لغتنا العامية كي نشوفوا واحد يتفلسف يقولوا له اسم أفلاطون برافو أسامة أنا أسامة من البارح منبهرة بال عطيتهم فرصة باش يجاوبوا بعد جاوبتهم ما خديتش حتى خمسة ثواني يعني ما حسيتك ما عادش ترقد الحقيقة في الليل وتقعد تريب المعلومات العامة والله أبهرني أسامة من سنوات الدراسة دونك أفلاطون أكيد هو أحد أهم الفلاسفة في التاريخ الغربي اللي تأثر بشكل كبير بأفكارهم وبأفكار وتعاليم سقراط هو يعتبر ابن لسقراط دونك سقراط السؤال الثاني على تونس وإنتاجات تونس وأفلام تونس من هو المخرج التونسي اللي أخرج الفيلم اللي تحصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي؟ عميش عندك العام عام 2013 عبد اللطيف كشيش برافو جيجي برافو الفيلم تعرف اسمه ولا حتى جيجي مريف زازيت برافو لا أمور مهرجانات وكان خاطر فما كان راه أي حاجة فيها ماركات وكان وتابيغو جيجي ما تفوتيش سبيسياليتي يا جيجي هذايا كسكسي والبوري فيلم فيلم شو اسمه؟ الكسكسي والبوري لا ما تعرفش اسمه هو عنده فيلم لا فيدا ديل حياة أديل الفيلم اسمه عام 2013 تعرفنا احنا في الشلة في الليكيب هذايا جاوبت على السؤال هكا اي بيسير بيسير السؤال مش سهل وانت ما عرفتوش احنا في الليكيب ما نجموش مسألة السؤال على الحيوانات تحسنا جمعية أحباء الحيوانات في الكويز من هو الحيوان الذي لا ينام أبدا ما يرقدش لصباح لليل سمك حيوان عطيني فما برشا أنواع في السمك أسامة الدلافين لا القروش القروش برافو أسامة برافو لا أسامة جيجي تغزر لك حبة اليوم تاخذها جوكر أما ثلاثة أيام على التوالي أنا عطيتك عبد اللطيف كشيش سي بون هذا خاطر الصعيب ريت عليك أنت ساهل هكا لا والله لا عبد اللطيف كشيش صعيب أنا كان قعدنا قداش وما نجمش نجاوب عليه سؤال ما عنديش المعلومة الحق أي حتى 2013 أون بليس زاد عنده برشا دونك جوكر المرة الثالثة على التوالي هما تروا كيستيون كهو تروا كيستيون يزيا حبيتهم أربعة حاب نزيدك سؤال ما فما حتى مشكل أما السؤال هذا تجاوب عليه بالغلط يتنحى حالك جوكر شنو رايك موافق نمشي في التحديات اما السؤال هذا متحدي السؤال هذا باش يجاوبني عليه باه باش نبدل السؤال يا لطيف حتى عام 1923 ما هو اسم مدينه اسطنبول في تركيا أوه. بل ما يتبدل اسمها نعرفها انا بدي نعرفها الاسم القديم تاع اسطنبول سهل لنا شويه مروان نويل والله هاني نخمم مازلت ما قمتش به الاسم ذا تم اطلاقه على مدينة اسطنبول وهذا نسبة الامبراطور الروماني كان فيها حاس حاس فما حيلة في الموضوع هاي والله هاي ليه ليه تلفيتاتك تلفيتاتك على اليمين مانيش باش نطلعوا خاطر انا مخي مع السلطان سليمان قعد غادي معناها الروماني نعطيكم اسم الامبراطور في لعبه سرعه توا في صفحه تعطيني اسم المدينه اسم الامبراطور وطلعوا من خلاله اسم المدينه قسطنطين الاكبر
قسطنطينيه. قسطنطينيه اي سي بون، انا قبلها على فكره. حقيقه اسمها قسطنطينيه. انا جاوبت ليه وقراها لنا في درس التاريخ. باش ما نضيعش الجوكر. اي قسطنطينيه. انت مثقفه. قلنا سؤال. كنا نتفرج فيها في مسلسل محمد الفاتح. دونك سؤال سرعه هذايا كان سهلت لكم بلوتو السؤال. في كل الحالات اسمع الاحتفالات بيان سور كيما عندها دار بصراحه كيما كل يوم حبيت مش كل ثلاث ايام تنجم تتقلب من بعد الدنيا وتولي عند جيجي جمعه كامله مثلا الجوكر نبدا نكور كونتر الريال يعملوا ريمونتاج. هل تعلمون ريفز؟ مروة خليني جوست نقول كلمتين على الماتش تاع البارح بما انه انا من احبي برشلونه وفرحت للريال. حبيت هنيني هنيني يلا ما نجمش نشد روحه. البارح كنت نكلمك نقول لك بعد الخساره الذهبيه ولا ربحتوا الحمد لله نحات العقده نتاع بايرن ميونخ 4-1 برشلونه. برافو رافينا باش نشوفوا كلاسيكو عالميه خاطر بعد ما شفنا فينيسيوس جونيور في ريال رافينا البارح زاد عدا ماتش امبيكابل وعمل هاتريك 3 بونتوات دونك سا سو فوا لي كلاسيكو نار نار. اي ما انت عليه فرحان علي احكينا على العقده الساعه ومن بعد على الفرحه عليه شنو المشكله نتاع برشلونه حكايه العقده الكيبيت الكل خسرت 8 و5 و6. اعطينا النتيجه اللي خسرتوها وقتها مع البايرن 8 خسرنا 8 صعيبه قول فيها بالسيف تحسوا متأثر الى يومنا هذا يحكيوا لي على ماتش الريال اللي تفرجنا فيه في المنار مع بعضنا القهوه الكل راهو تحكي على الماتش اللي ربحته برشلونه 5-0. لا صحيح صحيح الى يومنا هذا تحكي عليه. انا مانيش نحكيوا كوره برشا بربي خليه يفرح نقولوا له مبروك ونتعداو اللي ربح. صحيح ما فهمتش علاش ديما يدخل في الكوره تخطو الريال ما ينجمش يشد روحه. مبروك اكيد للناس اللي تحب الريال الكل سينون برشلونه مش الريال سينون. نحب نقول لكم تبغوا تسمعوا في كوادنا في البرنامج اللي فيه صفر موجات سلبيه ساعتنا الثانيه على خاطر احنا نحب نعديو كل الموجات الايجابيه اليوم باش نقول لكم شنو هما اهم الحاجات اللي تخليكم تعيشوا فرحانين مع الاخصائيه عهد الجمعاوي باش تكون حاضره معنا في ساعتنا الثانيه. سينون ذكروكم بسؤال الحصه اللي يقول هل تامن بالمثل اللي يقول لك صاحب صنعتك عدوك. المستمعين تنجموا تجاوبونا على السؤال هذايا كالعاده على الباج نتاعنا غاديو اي اف ام وبعديكا نعملوا طله اكيد على شويه دي كومونتير اسامه. بداوا ديجا العباد يجاوبوا فينا على السؤال فما أعطيني بعض التعليق نعطيك ما همش برشا يحكيوا على الرزق الحلال يقولوا ميسر ما عند ربي اللي واحد يخدم بالحلال ما فماش علاش يخمم في عدو كل واحد وقسمه بيان سور. يقولوا الاغلبيه التعليق تقول كل واحد وقسمه كيما كاميليا كيما سيسي ناجي مهدي بن عماره يقول لصاحب صنعتك عدوك لا شيء اخدم خدمتك باتقان كون صناعي فيها ورزقك يجيك حتى الباب المحل نتاعك. بعض التعليق مبدئيا اونتوندون فما شوي ذكاء اصطناعي غادي اكيد لا والله لا الى حد الان والله لا. نحب نشكروا المستمعين اللي متقيدين وحاولوا يدخلوا معنا في الدفيه هذه ولي كومونتير اكثريتهم سلبيه حتى لتوا. سينو شويه اخر في عطاير باش نشوفوا رياض النهدي الممثل اللي نحبوا ياسر شنو رايه في الموضوع هذا. سينو توا وقيت الاخبار الغريبه والعجيبه وقيت باش نشوفوا السؤال اللي حكينا عليه من الاول خاطر الناس كلها تسال يقول لك شنو حكيت حيوان اليف تربيه في الدار يولي يحكي معاه. اي نعم يا نويل تحكي معاه ولا جوستومون توت سويت في ترندات جيجي. الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي. كل يوم نتفاجئوا بحاجة جديدة وحكيت اليوم مع قلت لهم مسكتوا غريبة وعجيبة في نفس الوقت. أي ركزوا معايا في بالكم النهار تجم تحكي مع قطوستك ولا كلبك الصغرون المزين وكان عندك أرنوب زيد علش لي حتى قردك اللي عامل فيك بالهرج وبالهيجة والدبر خاطر برشا واللي نراوهم اليوم يربيوه في القرودة تربي القرودة تجم راهو تتكلم معاه. شركة البيرسونيفي قالت اللي هي ابتكرت وباش نراو على قريب أداة جديدة تمكنك من الكلام مع حيوانك الأليف بفضل طوق إلكتروني فيه شريط شازام تحطه في رقبة الحيوان متاعك يخليك تولي تتكلم معاه. معناها ما تتحل الديسكسيون ما تتخيل اسامه انت مربي كلب مثلا وتحب تحكي مع كلبك شو تنجم تقول له؟ لي زوردر اللي تعطيهم له الكلب هذاك كي هو يجاوبك يجاوب معك تحب تفهمه ولا هو عنده بزوا معينه مش كيف الانسان اللي يقول لك راني جيعان راني عطشان الكلب نتاعك تولي تفهمه راني متقلق فما حاجه توجع فيا تولي تفهمه. فهمت الذكاء الاصطناعي يخوف انا ولا يخوفني انا شازام كنت ماكسيموم تلعب بها اغنيه شنو اسمها هو هذاك الباز نتاع الابلكيسيون شازام اما كل حاجه تتطور اي
والله عجيب وغريب، الدنيا قاعده تتطور بطريقه بنساق كبير ياسر. يجيوناشي هاك المخلوقات الاخرى ولا شنو يعني؟ قريب انا نقول قريب المخلوقات الفضائيه ستار. والله والله خليني جوست نعمل ديفلوبمون على الموضوع نتاع الحيوانات اللي يبداو يتكلموا ولا باش يبداو يتكلموا بيانتو، لانه الحكايه حسب المعلومات اللي عندي بدات عام 2020 وقت اللي عملوا الابحاث وبداو يمشيوا في المجال هذايا، والحكايه الكل هي فك رموز، خاطر الحيوانات راهو بيناتهم لغه تخاطب اما عن طريق رموز معينه. الرموز هذيك كي تتفكك نوليو نفهموا، نوليو نحكيوا على لغه نتاع حيوان يتواصل بها مع الحيوان الاخر ومع الانسان زاد. مثلا باش نعطيكم، اكتشفوا مثلا اللي الدلافين يعيطوا لبعضهم بالاسامي. دلفين كيما هنا نقول لك يا مروه ولا يا نوال، كل دلفين عنده اسم. اي كل دلفين يعيطوا لبعضهم بالاسامي. الخفاش يعلم ولاده كيما الام البشريه بالضبط تعلم صغارها، برقر على دروسك، برمشي ارقد، فهمني تقريبا مش دروسك وامشي ارقد جا مخي ده تقريبا يقول الام البشريه لو كتربي صغارها زاده اي اوكي برا امشي ايجا راهو فما طريقه تواصل ونوعيه اكتشفوها بيانتو حتى لين نوصلوا نفهموا معناها لغه الحيوانات. النحل زاده كيف كيف يطلق اوامر بالصوت ولا بالحركات، هذوما مثلا الحيوانات اللي بداوا يفهموا في رموزها. طول المهم قاعدين يخزنوا في البيانات هذه، وبيانتو وقت اللي باش تطلع البيانات هذه راهي باش تعمل ثوره كبيره في العالم وباش تقلب الدنيا، راهو نوليو نفهموا الحيوانات تتكلم معنا وكيفاش. سورتو الغربان، لو تسمع اصوات الغربان اللي مشى لتركيا مثلا ولا للبلدان اللي فيها غربان، تسمع اصوات الغربان. تسمع اصوات الغربان هذيك عندها عندها يحكيوا مع بعضهم، قاعدين يحكيوا. دونك هذوكم اللي قاعدين زاد يحبوا يفكوهم شوف زعما فيش يقولوا علينا اي صحيح جاي تطلع اشاعات، والله غراب مطلع عليها اشاعه تخيل برد. عندهم الحق، راهو الانسان عم برش حاجات في الطبيعه خايبه. انا متاكده راهو هما مثلا متقلقين من البلاستيك، متقلقين من الوسخ، متقلقين من البوليسيون. والله والله ممتازه الاكس هذه، والله برافو نواف. اكيد راهم يسبوا فينا وعندهم الحق. بيان في بالك اللي الفضلات اللي نعيشوهم في البحار تتسبب في وفاه اكثر من 20% في الثروه السمكيه اللي في البحار، اللي هي كارثه راهو معناتها، وتمس وزن بتاع الارض الكل راهو به به. اسامه شكرا على شكرا على الكارثه اللي منعتك من فار ديجا. اي خليهم خليهم هكاك الحمد لله به. يلا جيجي اتحفنا. باش نحكي لكم توا على كين ماي بريميوم. حسب رايك الكين ماي بريميوم شنو هو؟ كين ماي بريميوم لوجيسيل تحس نحس شامبوان جديد. انا مازال فما بريميوم باه كيما هوش فوندوتان ولا مسكارا باقي به فيقوا شويه عاد معاك انا معاك سهله خاطر كين ماي بريميوم سهله على الاخر. يا سيدك يا بن سيدك هذايا روز هكا اي موش اسم مسلسل كوري، طلع روز في الاخر، دخل موسوعه جينيس وعنده رقم قياسي عالمي زاد على خاطره الروز الاغلى في العالم. الكيلو نتاعو الروز هذايا 109 دولار. زعما شنيا اللي خليه بالغلا هذايا؟ زعما علاش 109 دولار؟ معناها قداش بالتونسي كيلو؟ قريب 300,000 معناها 300 وشوية. سير روز هذا على خاطر هذا يعتبر سير روز عنده نظام زراعة خاص. ليه ليه مش مربي في القطن أما مربي في بيئة طبيعية ونقية، ويتم زاد حصاده يدويا، ويعتبر صنف نادر زاد على خاطر هو مزيج من 5 أصناف روز يابانية عالمية الجودة. معناها تصور أنت هو الروز الياباني في حد ذاته بنين، خلي 5 أصناف نادرة من الروز هذية، يتعدى زاد مراحل معالجة دقيقة وفيه قيمة غذائية عالية ونكهة فريدة. احنا انا توا باش نعلق، كان تعطيوني الفرصه باش نعلق على خاطر قلبي معبي على سي الروز. هو ديجا سي الروز اللي عندنا حضر لي فار ميسالش، على خاطر باش نحكي على الروز اللي ب 10,000 وب 9,000. وين هو الروز نتاعنا؟ ومقطوع كان لقيته. نداء بربي جيبوا لنا الروز وحلوا لنا مشكل، مش لازم نتاع 9 دولار على خاطر احنا نتاع 10,000 ديجا حايرين فيه وما لقيناهش معناها. دونك بربي كان تعملوا مزيه كالباك والموف توحشت وكالب هو ب 4,000 ما بس باش يولي تاو ب 6,000 كي باش يعاود يرجع لازم كل 2,000 باش يتزادوا. ماذا بينا بربي ترجعوا لنا الروز كالباك والاخضر والموف، رانا توحشناه خاطر ولينا نراو انواع مضخمه نتاع روز 11,000. هذا الفاري طلبت به فيما روحها يا راه. اما نحب نعطيك سبحان الله معناها مروه قبيله حكيت لنا على حاجات تطلب مش مشكل. اما باش نقول لك خبر به علاش الفاري. لا في سياق نتاعك جين الروز رجع
وموجود الاخضر والاحمر تقول لي باجا اليوم متوفر. لا لا مانيش نحكيوا على الروز المفور يا مدام، نحكيوا على الروز اللي نجموا اللي نلقاوه في المطابخ اليابانيه والكوريه، الروز اللي نجموا نطيبوا به الروز الازعر، الروز المفور موجود بكثره وموجود كان هو. انا نحكي على الروز اللي نجموا نطيبوا به هكا معاه بولي معاه، عرفتوا الروز اللي بس الابيض نتاعنا هذيك ما فماش الموف لا الازرق نتاع العاده اللي كنا نلقاوها ب 5000 وب 6000 دونك امان كان تعمل مزيه حتى ب 10000 ما يصيرش رجعوا به. السؤال لهنا اسامه روز معش ب 300000 ما نعرفش شكون الناس قاعدين ياكلوا فيه، اكيد ناس من طبقه معينه خاطر حتى في اليابان ما نتصورش ينجموا ياخذوا باكوروز ب 300000. ما حسب رايكم شنو الاكله التونسيه اللي تستحق انها تكون اغلى اكله في تونس؟ المكرونه انت عارفه المكرونه ثم المكرونه حسب المكرونه وسيمه مناصري المكرونه حسب المكرونه اي صحيح اغلى اكله في تونس حسب رايك شنو الاكله تستحق رأي... تكون اغلى اكله في والله تونس؟ والله اغلى اكله في تونس نحكي المره اللي فات انا وصديقتي الفنانه روضه عبد الله هي من قابس نحكيوا على نحكيوا على البركوكش اللي فيه جميع انواع اللحومات، نتخيل اغلى هذه هي اغلى اكله في تونس. وسيمه انت من عشاق المكرونه انا سامانتي غيسبار روز هذا دايوغ يقعد اخر حاجه في الفيترينا ما نخوش كي يبدا حتى ب 4000 فرانك ما نعتبره ما هو ان سعر الروز نعتبره سلطه ماهوش ماكله ماهوش بلا برانسيبال باش نبداو واضحي واضح. ثانيا المكرونه لا يعلى عليها ونعرف اللي عشاق المكرونه اللي يسمعوا فيها دايوغ نحبهم يعملوا هكا ديجا دوغ على اللايف نتاعنا لانه تونس فيها برشا عباد تحب المكرونه واحنا شعب مخماخ نحبوا الماكله هكا. الروز يظهر لي ماست من كماكله ما نقدروش فما ناس يحبوا انا مثلا الحمد لله يا ربي نعمه ربي كمان اما ما نحترمهاش كيما نحترم المكرونه. المكرونه عندها وهرتها عندها وعندها هاي كملنا قدرها كمل خذ علي مش تاخذ عليك بطبيعتها عليش على خاطر هذا بار اول حاجه قتلك اش دخلك في الروس ثانيا قتلك عمرك ما كليته للدرجه دي عمرك ما ذقت روس في حياتك ذقت اما ماهوش ما يستاهلش قلت عمري تجبش تكون والله انا من الناس اللي نستغنى عن الروز في حياتي ما انا ريتك نقعد بقيت ما تبقى لي من عمر من غير روز والله لا يقلقني هذا باكو روز الحمد لله المكرونه موجوده وارتحنا صحيتك فما باكو روز ما فماش هو نصيبي من الروز يعني خلي يجي ومن بعد بربي اوتوكار حاب نقول لكم الباكو روز متكلف لكم زوج برات حتى لتوا. خلينا نمشي للجهين نقولها شنو اكثر ماكله تشوف اللي هي تستحق انها تكون اغلى ماكله في تونس؟ انا نعرف ملوخيه ملوخيه بنينه على الاخر حاجه تركيبه ما فهمش منها معناها ما فهمتيش كيفاش هي شنية اما بنينه على الاخر حتى انا زاده من عاشق الملوخيه ونوال قالت البركوكش معاك انا عمري ما ذقته انت قال بنين برشا عمري ما ذقته اذا الماكله جاي من الجنوب من الجنوب ديما نشوف تصويرها يعملوها في قبس يعملوها في قفصه حتى في قفصه تحيه اللي يسمعوا فينا في قبس وفي قفصه كله في الجنوب التونسي اللي نحبوهم برشا في تونس الكل دايور. خلينا نكملوا مع ترندات جيجي ونشوفوا شنو مازال لسنا فينا في الاخبار. نيكلاس ماني شكون هذا حسب رايكم شام في حيته نيكلاس اي تويتي نجم يكون نيكلاس ماني تحس 006 تحسوا لبس عليه ما دفع ماني مثلا تحسوا ام دفع اي نحسوا ام دفع لحكي حسب رايك هذا شي نجم يكون هذا السيد هذا تقرير في الورق عنده والله قريب شوي على خاطر هذا السيد عمره 18 سنه وزاد يعرف باسم سيد التقارير سيد التقارير 006 على خاطر السيد هذايا هويته غريبه وعجيبه. شنو يعمل يسيدك يا بن سيدك يبلغ على الاف المخالفين للقواعد نتاع وقوف السيارات يهز تليفونه ويصور يدور في المانيا في العشيه يهز تليفونه ويصور الكهربائي يلقى خاطر ماك تعرف غاديك عالم اخر اي منظمين ياسر ممنوع 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 ديما معناها فهمت اللي يلقى مثلا الكهرباء خارج على الخط الابيض هذاك يعمل كي يعطيها تصويره وكنشوفوا فيها في الاي اف ام تي في بالملي صورها توصل الماتريكول زعما كان جاي في تونس يخلصوا هذايا في تونس ما يحبوش شكون يعمل لا عنا انا برشا نيكلاس ماني في تونس مش كان الكرهبه كا ولا اي حاجه ليه اما يخلص هو عليه الخدمه هذه شوف انا كيف حسب رايي حسب ما فهمت اللي ابارامو ياخذ شويه فلوس مش برشا فلوس اما ابارامو يعطيوها شويه فلوس على المخالفات هذيا السيد بيلويسا هوايه من هوايته اما خير ولا يصرف فلوس
هاكا يدخل في فلوس من هويته، يدور ويصور، هذيك هي خدمته. ويا بعد تحصلنا وفيت تعرفنا على صاحب صنعة اللي ما عنده صنعة شخصيا. اي صنعة بالرسم. ليه في بالرسم. المانيا، في المانيا مروه يعتبروها حاجه محليه على الاخر، يفيد في الدوله. قال لك انا نعاون في دوله. سيتويان ريسبونسابل بيان سور. محليه سيتويان ريسبونسابل. اي وي 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 سيتويان ريسبونسابل، خاطر لهنا نحكيو على الكونسيبت نتاع المواطن الرقيب، اللي هو كونسيبت موجود اما ماهوش مفعل في تونس بالقد. المواطن الرقيب موجود. لا لا ما نسميوش صباب، خاطر صباب حاجه في تونس نسميوها صباب. في المملكه الكل باش نعطيكم حاجه مثلا سامحني، الجروب نتاع يا فاهم فوترافيك قاعدين نصوروا فيه في مخالفات في الطرقات، العبيد اللي تعديوا على الجنب، اللي يمشيوا فوق التروتوار، اللي قاريوا، هذوك نسميهم صبابه، هذوك عباد قاعدين مواطنين صالحين قاعدين يبلغوا على التجاوزات اللي قاعده صايره في طرقاتنا، كما اي مواطن ينجم يبلغ على تجاوزات صايره في اداره، تجاوزات صايره في مؤسسه بنامبورت. دونك المواطن الرقيب راهو مواطن فاعل في المجتمع، قاعد يوصل في المعلومه للدوله، مش بغرض انه السيد هذاك يتحاسب ولا يتعاقب، لا، انه بغرض انه نصلحوا الخلل هذاك ونحاولوا انه نلقاو له حل. برافو عليه الشاب هذايا للمراه. اي جوستومون انا جبت لكم اخبار ايجابيه، اما نتصور الشاب هذايا كان يجي لتونس يبدا يدور ويصور يبطلها الحكايه، يبطلها يبطلها التليفون يتعب، يطرلو تليفون وصور تدخل في بعضها. الى وجوه ما عادش يسكن. اي اي ليه ما عادش ليه نوال ما فهمتنيش، ما عادش يلقى ما يصور تلمو صور. يعني باش يتصدم معناها من كرهب فوق الماده من درشنيه، يقول احنا عدنا يرجع يجري. لا لا ما احنا تبارك الله الشنغيل نتاعنا ناشط بزايده. تحيه للشنغيل. انا تكلفت تكلفوا لي كابتن فريكاسي مره 35 دينار باللطف جاتك، خاطروني 45 راه نوال. كي جاي الشاب هذا في تونس شو تتصور مثلا مستقبله؟ هل عنده مستقبل زاهر؟ هل ينجم يكون مثلا نعتبره مواطن صالح بالحق ولا ويولي محبوب الشعب التونسي ولا لا بالحق توا؟ هو انا بالنسبه لي انا نكره العوج، انا نكره العوج، ونكره الناس اللي تحط كراهبها اون دوزيام بوزيسيون، ونكره الناس اللي تلوح الزبله في الشارع. وانا بالنسبه لي واش خاص كان الكلنا الكلنا نوليو كيما الشاب هذا. يعني نحب نقول لك اللي جيجي مواطنة صالحه وبلغت عليك الفار. بلغت عليك الفار على خاطر انا عشقت ياسر منظمه راه. اي لا مش حكايه ياسر منظمه، نحاول مش معناها منظمه برشا، اما نتقلق برشا، نتقلق برشا من قله النظام اللي صحيح. احنا نعيشوا فيها. لا لا صحيح، لا ساعات ساعات راه واحد يتسبب في امبوتياج كبير على خاطر داخل في الانتردي وما يحبش يوخر، خاطر يعمل دومي تور مثلا، ويعملوا بالعاني على بعضهم ما يسيسوش بعضهم. ها انا نسكن لهنا في 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 تجمع سكني بحذاكم في بحذا البحيره، يعني كل يوم هي ما حبتش تقول بيني وبين المستمعين مواطن صالح. لا لا معناتها احنا نقاسي، وفي داخلة العوينة تجي داخل العوينة تقاسي، تجي تخرج من العوينة تقاسي. يا جماعة فما ديتاي مهم ما حكيناش فيه، راهو السيد هذايا يعتبر روحه هوايته، هذيك قال لك انا نمارس فيه هوايتي. يعني شو محليها الهواية؟ احنا بربي اللي هوايتهم مختلفة ومتنوعة ومتعددة ما نذكروهاش، ينجموا يلقاو هوايه تنفع البلاد. هي تبدا هوايه وتتحول الى مسؤوليه. بيان سور. سي نورمال. اي هي هوايه. وتبدا من الصغر وتكبر معك، ان شاء الله بعد ما يوليش معناها ما تكبرش بيه الحكايه. خاطر تخوف شويه الهوايه هذيا. نمشي لدراسه جديده في مجله ذا رويال سوسايتي، اثبتت انه الكلاب ساعات تسهر مسكينه يديها على خدها وتخمم في مشاكلها كيما احنا نخمم بالضبط. راهو الباحثين عملوا تجربه على 16 كلب وقعدوا يراقبوا في موجات دماغهم بعد ما عداوا نهار مزيان ونهار خايب. قسموهم جماعه عادت نهار مزيان وجماعه عادت نهار خايب. كيفاش نهار خايب؟ مثلا يربطوهم يبعدوهم على اصحابهم. النتائج تقول انه الكلاب اللي تعرضت للضغط كان نومها خايب برشا وما فاتش 3 سوايع مقارنه بالكلاب اللي تعدت بنهار مزيان. والغريب في الامر انه الكلاب اللي تعدت بنهار خايب رقدت فيسع دوبا ما حطت راسها رقدت. والعلماء يفسروا اللي النوم هذايا اسمه نوم التوتر، معناها تهرب للنوم، عطيك تمشي ترقد باش تنسى اللي فوالا باش تنسى اللي تعدى بيك. مساكن الكلاب حسوا بهم حتى الكلاب ترى عندهم مشاكل. هم من السؤال اللي تسالته
شنو كي الكلب كيفاش ينجم يعادي نهار به كيفاش ينجم يعادي نهار خايب؟ يجاوبونا اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. خليونا لي كومونتير صافي شوف لنا خموا معنا كان هكا غدوه نعاودوا نرجعوا لي كومونتير قولوا لنا زعما الكلاب حسب رايكم خاصه اللي عندهم كلاب يجاوبونا زعما الكلاب شنو مشاكلهم. فما حيوانات تبكي راه بالحق الحيوان انا نشوف اللي هو روح في الحياه هذه كيف الانسان ويحس ويتغشش ويبكي. وكنت تذكروا كلب اللي في اليابان اللي قاعد تحزين على مولاه الوفا عملوا تمثيل من بعد ما مات في نفس البلاصه. من اكثر الحيوانات الفيدال والحساسه هي الكلاب ليه مروه. فما حاجه اخرى في الفيديو نراهم كي يدخل صاحب الكلب الكلب يقعد يخزر له في وجهه تقاسم وجهه كان متغشش يفهمه كان شفناه خاصه في عند السنين تبدا حاسبه روحها متغشه وكلبها يبدا مسكين ولا مثلا حد هكا يضرب فيها والكلب يبدا يفرفط كوم سي دافع عليه. محليهم الكلاب محليهم قداش في دير بالحق عندك تفسيرات طبعا عندك بيان سور هو رسم اجماع علمي علمي انه الكلاب والحيوانات بصفه عامه عندها عواطف عندها مشاعر تعبر على الالم وتعبر على الفرح بطريقه وباخرى. انت كي يعرضك القطوس نتاعك وانت داخل الدار ويبدا يهز الذيل نتاعو معناها راوسي يرحب بيك تكون فرحان. دونك لهنا فما نوع من العواطف فهمت يعني وقت تبدا مربي كلب بون هذو ما تنجمو تفهمو مثلا مربي يفكرون ما تنجمش تفيق بيه اللي هو فرحان بيك اللي انت جيت فهمت. اما كمان هو عنده طريقه للتعبير بتاتا اكيد راه فاكرون عنده طريقه يخرج هو بكله من القوقعه نتاعو سيكو هو مرتاح لك ماهوش خايف منك كي خاف منك يدخل فك القوقعه نتاعو. كل واحد وطريقته كل واحد و حيوان غريب وعجيب. انا نحب نعمل دراسه كامله على الفكرون. الفكرون ديما قلت يا اخي تلقى ماهوش سوسيابل هذول الفكرون تلقى هو في لا بالحق داروا فوق وعايش داروا فوق صحيح على فوالا فوالا فوق اي جوستومون لي هما راهو الحيوانات اذا يمرضوا نفسانيا راه فما دراسه تقول اللي راهو كلبك كيف تلقاه ديما في زاويه وحده والا علاش يقول لك ما تشريش كلب ديجا كان عند فاميليا اخرى على خاطر نفسانيا يتعب ويمرض باش كيتفرقوا على العائله الاخرى. الفكرون تو نحلوا عليه الدراسه انا متاكده اللي باش تجيب لي دراسه على الفكرون جي متاكده دوك هذه الترندات بعد البيب باش نكملوا اكيد الترندات وباش تختار لنا نوال بن صالح اكيد غنيه على كيفها. خليكم غنشي معنا هذه كود نوف مكملين معاكم حتى لل11 وراجعين بعد البيب. انتم تسمعوا في اي اف ام كود نوف مروه المعموري من 9 ل 11 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم في كواد نوف على احلى راديو مكملين معاكم حتى لل11. نذكركم بسؤال الحصل اليوم اللي تنجموا تجاوبون عليه على الباج بتاعنا راديو اي اف ام باج فيسبوك. سؤال يقول هل تامن بالمثل اللي يقول لك صاحب صنعتك عدوك سينو. وسامة صافي مرحبا مره اخرى اهلا وسهلا جيهان الحاجي والصوت الجميل نوال بن صالح مرحبا نوال. عايشك حتى توا متقايده بالكونسيبت حتى فاري لا خذيت فار نوال مازال عندها الحق في دو فار ما نساش نسامحوا معك شويه ضيفوني نضيفوك بورتو احنا الفار راهو ما فيهش تسامح بالكل. مكملين معاك جيجي في ترندات جيجي والاخبار نتاع جيجي العجيبه ولا غريبه. باش نحكي لكم توا على مسلسل تركي تفرجنا فيه الناس الكل وحابينه برشا وهو مسلسل حوتام يرجع بعد 10 سنين بنسخته السعوديه. المره هذيا الدراما التركيه مشيت للدراما السعوديه وهذه حاجه محليها على الاخر. المسلسل بالسعودي باش يولي اسمه خريف الحب شارك فيها برشا فنانين كبار كيما عبد المحسن النمر لبنى عبد العزيز وغيرهم. القصه راهي هذيا اصلها الاصيل الكوريه لاتراك ماخذون خذوها مع عند كوريا. هما راهو لاتراك مكثر القصص نتاعهم في مسلسلاتهم ماخذينها مع عند كوريا راهو اما عرفوا يخدموها بيان سور. وتشريت بالسعوديين خذوها من عند النسخه خاطر يبدلوا شويه راهو في النسخه دونك هما خذوا النسخه التركيه. المواضيع هي مواضيع اسريه عميقه هذاك علاش تمشي مع الذوق السعودي والدراما السعوديه. الدراما السعوديه والله العظيم انا منبهره بها في السنوات الاخيره اللي ولات تنتج في اعمال ضخمه وضخمه جدا خاطر ما كناش عن العقليه نتاع ان نتفرجوا في دراما سعوديه. تو تدخل على شاهد ولا نتفليكس ولا غيره بتلقى افلام سعوديه ومصنفين معناتها لي بلو معناتها اكثر افلام اللي تمت مشاهدتهم وغيرهم. والله تحيه للي قاعدين يعملوا فيه. ان شاء الله في تونس نشوفوا انتاجات ضخمه خاطر عندنا ما شاء الله ممثلين من احسن الممثلين في العالم ومخرجين يخطوا اللي قاعدين شنو ما فهمتش انتاجات ضخمه نتاع مسلسلات ضخمه نشوفهم في العالم العربي كل احنا ما سمعناش بانتاجات رمضان باش نسمعوا بمسلسلات ضخمه مروه
ليه في بالي باش تمشي معايا في الخط فرحت قلت لها شنو جيجي انت في بالك شو فما في رمضان في بالنا حتى شي كان سيت كوم وكيف العاده متخبين عليه وما يحكيوش عليه وكل شيء دونك انا مع الحقيقه انه ناخذوا اعمال وافكار مثالش اما حتى نعملوا احنا نعبيوا خزينتنا بالقديم من المسلسلات ومن بعد كنوليو نلجؤوا للمسلسلات والافكار اللي من برا خاطر عندنا توينس عندهم برشا افكار الدراما السعوديه مروه من قبل ريميش من توا عندك السعوديين معروفين بالافلام نتاعهم بون ما كانوش منتشرين والدراما زاده والكويت زاده من اقوى المسارح وسيما هو المسرح الكويتي سبغية. خاصه مسرح الطفل الكويتي راهو عمالقه نتاع مسرح دونك احنا مالوغوزمون رانا كيما نقولوها نحن اللي نحكيو بنفس اللغه العرب الخليج المشرق مانيش منفتحين برشا على بعضنا العراق زاده مشيت انت وسيما وشفت عندهم برشا حاجات وبرشا مسرح وبرشا فن دونك مش خاص كان ان هكا نتحلوا على بعضنا ونوليو نعرفوا كل بلاد باش فنها يختص انا باش نحيلكم مروة على التاريخ الدبلجة ساعة على خاطر 20 سنة التالي بدينا بالدبلجة متاع الأعمال التركية إلى العربية ومن بعد مشينا إلى إعادة الإنتاج إعادة الإنتاج إنه ناخذوا العمل بالسيناريو متاعه ردوه في نسخته العربية مع نجوم الدراما خاصة الدراما السورية اللي توحشنا نجومها بعد التوقف متاع بريود الحرب في سوريا برشا كما أيمن رضا كما أيمن زيدان كما سلوم حداد برشا توحشناهم عاودنا ريناهم في الأعمال هذيا اللي قعدوا برشا راهو راسخين بلوتو في العوام الأخرى خاطر في جرة بعضهم راهو نحكيو على الخائن نحكيو على الثمن نحكيو على كريستال عروس بيروت اللي مثل فيه ظافر العابدين ستيليتو وزاد كيف آخرها واللي قاعد يتعرض حاليا هو مسلسل العميل اللي هو تراند رقم واحد على منصة شاهد في تونس من بطولة الكبير أيمن زيدان حاجة مزيانة على الأخر مسلسل رائع جدا وهذه معناها يظهر لك أنه إعادة إنتاج الأعمال التركية للعربية حاجة ناجحة ناجحة كي تعرف كيفاش تخدمها وراو الأعمال هذوما اللبنانية سورية وهذا في إطار الدراما المختلطة بيناتهم واللي كونفنسيون اللي قاعدة تصير والحقيقة من أنجح الأعمال وظافر العابدين من الناس اللي الحقيقة من الممثلين اللي قاب برشا نجاح البرة وانتشار عربي كبير ونجموا يكونوا كان فخورين به خاصة مروة اللي الدور اللي لعبه ظافر العابدين وإحنا تو نحكيوا على الإيجابية بالحق ظافر العابدين ياسر رفع راس التوانسة على خاطر حتى الممثل التركي قديش اعجب بظفر العابدين في الدور راهو اتقنوا على الاخر نفس لي مانيير نفس اللي حتى للميميك تاع الوجه تبارك الله عليه ظفر العابدين وهذا الكل راهو خاصه تعاون الممثلين السوريين اللي بعد كما قال اسامه الحرب مساكن ما عادش عندهم انتاجات دوكو قعدوا ماديا تعبين شويه دونك هذه حاجات ياسر محليها وان شاء الله احنا زاده نراو اعمال مشتركه حتى احنا واشقائنا الليبيين ولا مثلاً الجزائريين ولا المغاربه خاطر توا الدراما الجزائريه راهي مكتسحه اللي احنا بدينا شويه جيجي نزال السعدي عاملين شفناه في مسلسل نجح برشا في الجزائر ومخرجين نتاعنا اي جو في مسلسل نويل دونك علاش احنا ما نستثمروش نجاحهم ونجاحات نتاعنا ونعملوا عمل مختلط وحتى الانتاج تكون قيمته كبيره ويحب هذا التاريخي باللغه العربيه خاطر التاريخ نقصين عمل تاريخي هي من أكثر الأعمال اللي تتكلف فلوس هما الأعمال التاريخية هذي بتتخص ببلي خلينا ما نشوفوش أعمال تاريخية الفنانة كبيرة وصوت مزيان نويل بن صالحة بحذية دوك باش نستغلك أكيد باش تختار غنايات الحصة شو اخترتنا اليوم نويل والله اخترت انتم ما كنتوا تحكيوا على المسلسلات التركية والكل اخترت غنية الوائل الكفوري أما اللحن متاحة تركي بالغرام ايش قولكم اسمعوها بالتركي ولا بالتونسي ولا بال خلينا نصوتوا في ساعه ولا باللبناني الا وائل كفوري الا وائل كفوري انا تركي اما بون ربحتوا انتم اكيد دونك باش نمشيو نسمعوا بالغرام الوائل كفوري وراجعين في ساعه ثانيه من كواد 9 خليكم برونشي على يا فهم احلى غدوه